يا هيبة ايه كل ده؟ يا باشا اتكلم، زمان نشيطة دلوقتي وعلى أعصابها. نهار اسود، رحت في داهية يا تيمور. ايوه كده. ايه ده؟ محروس؟ هو تيمور ليه مش قاعد في العربية بتاعته؟ والله مش عارف أنسة، هبة كان واقف هنا ومعاه الترمس بتاعي، مش عارف راح فين. محروس فين العربية بتاعتي؟ عربية ايه يا مدام بيري، انت ناسية ولا ايه؟ انت طالبة تاكسي بعداد. ايوه فين التاكسي يعني؟ ابقى واقف مستنيكي بره قدام على ناصية الشركة. واقف بيعمل ايه بره؟ همشي له انا كل ده مثلا؟ خليه يدخل يلا. حاضر، بعد اذنك انا سايبها هروح انادي التاكسي وارجع ندور مع بعض بقى على استاذ تيمور وعلى الترمس. ماشي ماشي، حرام برضو روح دور لها الاول، دي بتركب مواصلات. يا عيني معهاش عربيه. بسرعه. بنات كياده بيكيدوا بعض على حاجات غريبه قوي. يا ترى بقى معاكي فلوس المره دي ولا هتضحكي؟ الله ده بقى. خد وامشي، وامشي. خلاص يا انسه هبه، لقيت الترمس بتاعها هو واستاذ تيمور قاعد في العربيه اهو، هروح بقى اشوف التاكسي. يلا باي يا حبيبتي. انسى البطريق بس يا زرافه. هبه، تيمور حبيب قلبي. هبه عامله ايه؟ تمام. تعمل ايه عندك تحت؟ لا ده انا اصل كنت بربط رباط الجزمه فاتحشرت في الدركسيون. وربطته؟ الحمد لله. طب يلا يا حبيبي انزل كده بقى دلعني وافتح لي باب قدام البت الصفرة دي. مش صفرة. بص انا بستر. انجزني. باي يا حبيبتي. يلا يا حني. حاضر حاضر. هبة وانت زعلانة مني؟ انت شايف ايه يا حبيبي؟ اصل انا لما لقيتك بتدلعيني كده استغربت، ما بقتش فاهم حاجه. ما طبيعي ادلعك، مش صاحبي وحبيبي اللي جاي ياخدني من الشغل عشان يعزمني على العشاء؟ ايه ده اللي هيضايقك ولا حاجه؟ لا لا مش الفكره، بس اصل بيري كانت واقفه وممكن الكلمتين دولت يكسروا قلبها ولا حاجه. كسر قلبك على قلبها على دماغتكم انتوا الاثنين يا بعيد. لغيت معادك معاها ولا لا؟ معادي مع مين؟ مع بيري؟ لا تقريبا كده لغيته دلوقتي. انت لسه لغيته دلوقتي؟ ما 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 انا ما انا كنت متضايق يا هبه وما كنتش في المود وف ف ف ف ف ف ف ف ف ف فما كلمتش حد. مش هتامر، اطلع بينا على كاكتوس الجديد، عارف مكانه طبعا. طب ما نروح القديم. روح الجديد. يلا روح الجديد. خلاص هنروح على طول كده. يلا خلاص، كاكتوس الجديد، كاكتوس الجديد. ماشي يا هبة كده بقى هنلعب على المكشوف. انا هتعشى في كاكتوس المهندسين بالليل، اكيد العشاء هيبقى الطف بكتير لو قدرت تيجي. سوري
ما تعودتش اتفق على مواعيد مفاجأة بالشكل ده. وماله؟ يا حازم في ايه؟ مفيش. حد كنت عايز اقابله بقالي فترة، بس واضح اني حابله النهاردة. مساء الخير يا فندم. هو شكله يوم مش فات من اوله. خلي بالك من العربيه وهشوفك وانا طالع. 2 جنيه ونص برضو؟ نعم. لا يا فندم، انا بقول لحضرتك العربيه هتلمع وتبقى زي الفل. حضرتك صاحب مكان والله. صاحب مكان؟ او مش حياتك جيت هنا مره واحده بس برضو ولا ايه؟ سيبك منه، ده شكله شارب حاجه. لا الله، او عهد الله. شكل رجليك خدت على المكان هنا. امسك وعايزك تركز معايا، مش عايز سياح. شايفاك على فكرة. مساء الخير. مساء النور يا فندم. لو سمحت كنت عايزة ترابيزة لكين. تحت أمر حضرتك ريزرفيشن باسم مين يا فندم؟ لا في الحقيقة أنا ملحقتش أعمل ريزرفيشن، بس أنا الأسيستنت بتاعت مستر أدهم من شقيتي. مستر أدهم؟ طبعًا طبعًا، أهلًا وسهلًا بحضرتك يا فندم. أهلًا وسهلًا. اتفضل 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 يا فندم. اتفضل. انا جهزت لحضرتك نفس ترابيزه امبارح. ها اتفضل اتفضل. ايه مالك بتبص حواليك كده ليه؟ لا ولا حاجه. ايه خايف حد يشوفك معايا ويروح يقول لي بيري؟ مساء الخير يا مستر ادهم. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ بقول لك المفتاح جوه في العربيه. ها تمام. عايزك تاخدها وتركنها في حته بعيد. خلاص. وحسك عينك حد يعرف ان انا هنا. ما تقلقش يا فندم. ماشي. محدش ياخد باله. اوكي. انا مش فاهم انت ليه حاطه بيري في دماغك قوي بالشكل ده؟ انا اللي حطاها في دماغي برضو ولا هي اللي حطاني في دماغها؟ على فكرة بقى ما جابتش سيرتك خالص، وكان كل ما الكلام بيقرب منك كانت بتعتذر لي بسرعة، وكانت كلام كانت بتأكد لي إن العلاقة اللي ما بيني وما بينها مجرد علاقة صداقة وبس، وكذا مرة كمان كانت قالت لي إن هي مش عايزة علاقة الصداقة دي تأثر على علاقتي بيكي. وأنت بقى حياتك طبعًا اتبنكت وصدقتها زي الأهبل. لو سمحتي هبة، أنا مش أهبل. لا أهبل، أهبل وعبيط كمان. المصيبة إنك أنت عارف قد إيه ما بتقنيش، ولو تطول تخفيني من على وش الأرض كانت هتخفيني وما كانتش هتتأخر. مش فاهم انت ليه واخده الموضوع على قلبك قوي كده؟ لانه جاي على كرامتي يا تيمور، المفروض انك انت صاحبي بتخاف عليا، المفروض انك تقف جنبي وتساعدني، مش تروح تسمع للكلام اللي اسمها بيري دي وتكذب عليا وتخرج معاها وكمان تصرف من فلوس الشركه. طب ممكن تهدي طب شويه عشان خاطر نعرف نتفاهم مع بعض؟ انا عايز اسال سؤال واحد، انتوا خلاص ضاقت بيكوا الدنيا مش لاقيين مكان تاني تخرجوا فيه غير كاكتس؟ مش فاهم هو انت المشكله بالنسبه لك يعني احنا اتعشينا في كاكتس؟ يعني احنا لو كنا رحنا اي مكان تاني ده كان هيبقى عادي بالنسبه لك؟ لا طبعا مش عادي، المفروض انك صاحبي انا مش صاحبها، وانا قلت لك 100 مره المكان ده بيجي له ناس كتير من الشركه. يا هبه صدقيني انا ما قصدتش اعمل كده، هي اللي قالت لي تعالى نتعشى في المكان ده. يا سيدي هي تقول اللي هي عايزه تقوله، انت طوعها ليه؟ عشان ما حسبتش ان هيحصل مشكله. هو انا انا متفق ان انا وانت نعمل التمثيليه دي عليهم، لكن انا بيني وبينك عارفين ان احنا مش متصاحبين. يا هبه اسمعيني، انا برضو بني ادم ولحم ودم، ومن حقي برضو ان انا اعيش حياتي. انا ما قلتلكش ما تعيش يا تيمور، انا كل اللي طلبته منك انك تنفذ اللي احنا اتفقنا عليه، ما تخليش شكلي وحش قدام الناس. ايه كتير عليا ان انا اطلب منك كده يا تيمور؟ لا طبعا ما فيش حاجه تكتر عليكي. يا شيخه ابوس ايديكي بلاش البصه دي. اسمعك كده يقول انك انت بتخاف على زعلي، ما بتحبش تضايقني. طبعا بخاف على زعلك،
ولو ما بخافش على زعلك ما كنتش جيت معاك لحد هنا، وانا عارف ان انت هتنفضيني. يا هبه بقى، عشان خاطر، عشان خاطر، خلاص بقى، خلاص بقى. مستر ادهم، اهلا، ازي حضرتك؟ مش عايز حد ياخد باله ان انا موجود. اوكي تمام تمام. على فكره السكرتيره بتاعت حضرتك موجوده هنا من بدري ولسه جايه مع واحد. شفتهم شفتهم، خلاص اوكي، ومش عايزهم يعرفوا ان انا موجود. تمام تمام اوكي. اعمل لي كاس ويسكي نيت. اوكي طيب تمام. تحب اظبط لحضرتك الترابيزه؟ طيب لا لا لا، انا هقف هنا. بقول لك هات لي واحد اون ذا روكس والسودا. اوكي تمام. حاضر اتفضل. ايه تحبوا تشربوا حاجه؟ لو سمحت عايزه عصير وزيت ميه. اوكي تحت امرك. تيمور، لو سمحت ممكن اسالك سؤال ترد عليا بصراحه؟ خنتني كم مره مع اللي اسمها بيلي دي؟ ايه خنتني دي يا هبه؟ ما انت بتسمي اللي عملته ايه غير انك انت خنتني؟ يا بنتي خيانه ايه ده؟ هي خروجه واحده ما اتكررتش، ولعلمك بقى الخروجه دي اصلا كانت كلها ناشفه، وكان كلام كله في البيزنس والمشاريع والكلام ده. بجد والله بيلي بتتكلم معاك عن البيزنس والمشاريع. ايوه بس مش كلام كبير قوي يعني زي اللي بتكلمه انا وانتي، بس كان معظم الكلام عن الشغل والسوق وكده يعني. ما هي طبعا لازم تتكلم معاك عن الفلوس وديونها علشان تحاول تقنعك وتقلبك في قرشين. ليه بتقولي كده؟ بقول كده عشان عارفاك وعارفاها، وعارفه ان بيلي مش هتهدى غير لما تطلع منك بقرشين، وانت معشمها بدلقتك عليها. مش شرط يعني، هي حلوه ومزه وكل حاجه، بس انا برضو مش عبيط وبرياله. حتى لو مركز وعينيك وسط راسك، بيلي مش هتهدى ولا يرتاح لها بال غير لما تحرق دمي وتاخدك مني. هبه انت مش حاسه ان انت مكبره الموضوع قوي ومدياله حجم اكبر من حجمه؟ لا مش مكبره الموضوع، الموضوع فعلا حجمه كبير، بس انت اللي مش عايز تشوف. حتى لو كان كلامك صح، انت عارفه كويس ان انت اهم عندي من اي بيري في الدنيا. بأماره ايه؟ بأمارة انك انت كنت بتتكلم معاها من ورا ظهري، ولا بأمارة خروجات كلنا اكتشفتها بالصدفه؟ يا تيمور افهم لو سمحت، اللي انت بتعمله ده بيخليني شكلي ان انا مش ماليه عينك. وليه بتحسبيها كده؟ هو انا ما ينفعش ابقى مرتبط بيكي وبرضه في نفس الوقت ابقى راجل لعبي زي بقيه الرجاله؟ لا يا تيمور، ما تبقاش اسمها كده، علشان انت سبت كل الدنيا وجيت مع واحده من اللي عندي في الشغل، عنده في الشركه، فالناس مش هتقول عليك راجل لعبي، هيقولوا عليك راجل واطي. بقى يا تيمور انت خلاص سبت كل الناس ودونا عن كل البنات، اخترت اكتر واحده ما بتقنيش وبتكرهني؟ والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما جه في بالي اي حاجه من الكلام ده خالص. طبعا علشان خضرتك ولا حست لك دماغك. مين قال كده؟ الفلوس حياتك خدتها من بوكس الطوارئ، هو اللي بيقول كده. دفتر الشيكات اللي انت سحبت منه على الطفح اللي طفحته امبارح، هو اللي بيقول كده. الكريدت كارد اللي قعدت تحال عليا علشان تطلعه، هو اللي بيقول كده يا تيمور. خلاص يا هبة، اعتبر الموضوع انتهى. انا خلاص قدمت استقالتي وسلمت العهده وكل حاجه، تقدر تستلميهم لما تروح البيت. استقاله ايه يا تيمور؟ استقاله العشره والصداقه اللي ما بيننا، ولا استقاله مشاكلنا وذكرياتنا اللي قعدنا نحكيها مع بعض، ولا استقاله احلامنا اللي قعدنا نحلم بيها انا وانت؟ استقاله ايه يا تيمور؟ انا مش فاهم. انا مش فاهم يا هبة، انت ليه بتحاولي تحسسيني ان انا زباله قوي كده؟ لان اللي بيني وبينك يديني الحق ان انا حاسبك حساب الملكين. واديك حاسبتيني وطلعت غلطان، ومش بس كده، انا طلعت غبي وحمار ومدب كمان. ارتحتي؟ اقبل استقالتي بقى وريحيني من عذاب الضمير. استقالة ايه دي اللي اقبلها يا تيمور؟ مفيش حاجه اسمها استقاله، انت لازم تفضل جنبي في المعمعه اللي انا فيها دي لحد ما اخلص اللي ابتديته. عايزاني ابقى معاك ازاي وانا خنت ثقتك فيا؟ شكرا. أنا هتعشى في كاكتوس المهندسين بالليل، أكيد العشاء هيبقى ألطف بكتير لو قدرت تيجي.
الو ايه ديدا، ازيك؟ انا تمام، انتي اخبارك ايه؟ طيب كويس، قوليلي انتي فين؟ انا في البيت. وانتي؟ انا كمان في البيت بس زهقانه قوي، تيجي نخرج نتعشى انا وانتي؟ مش عارفه والله يا ديدا. مش عارفه ايه؟ بقولك نتعشى، انا عزماكي. ما اكيد يعني انتي اللي عزماني، ما انتي عارفه انا مفيش خالص. طيب يلا قومي جهزي، ربع ساعه وهدي عليكي. لا لا استني، اصلا انا عندي دور برد فظيع، مش هقدر انزل النهارده. تعبانه بجد ولا بتدلعي؟ لا ده انا تعبانه خالص، ده انا كنت لسه هقوم اخد مسكن واشرب حاجه دافيه وانام على طول. سوري بقى دي، دخليها مره تانية. طيب خلاص يا حبيبتي، اشوفك بكره في الشركه، باي. ايه في ايه؟ بقولك يا تيمور، استناني هنا، ما اتحركش من مكانك. طب قولي لي رايحة فين؟ هروح اشوف بس حاجة على طول وجاي. بقولك ايه لو سمحت. نعم يا فندم. ما شفتش مستر ادهم من شويتي؟ لا حضرتك، هو المفروض ان هو جاي. طيب. بقولك ايه؟ لو سمحت امر يا فندم، اكل واحد كمان من ده، ولا اقول لك خليه فخفخين؟ بس اسمع، العصير يبقى تقيل والفاكهه تبقى كبيره. شايصني ها، عشان متضايق شويه. لا انا مش مجنونه، انا متاكده اني شفته. فين العربية؟ لو سمحت. أمور حضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. عربية مستر أدهم نشأتي فين؟ مستر أدهم نشأتي؟ مستر أدهم، أنا الأسيستنت بتاعته، هو كان بعتني علشان أجيب له حاجات من العربية عشان هو نسيها، بس أنا بصراحة نسيت أسأله هو راكن العربية فين. طب يا فندم، هي العربية موجودة هناك، هي في الجنب اللي هناك دوت. الجنب اللي هناك دوت؟ أيوه، أنا ممكن أقربها لحضرتك، بس هو مستر أدهم طلب مني إن محدش يشوفها. برافو عليك. اتفضلي يا فندم. يا فندم مش عايز العربية؟ لا لا خلاص، هي بعيدة قوي وبصراحة الموضوع مش مستاهل يعني. شكرا. طب خلاص اوكي. ايه هبة، كنت فين؟ انا ما كنتش في حتة، انا هنا اهو. ايه ده، انت طلبت عصير تاني ولا ايه؟ عشان حسيت بغبائي فقلت اشرب عشان انسى. تنسى ايه؟ انسى اللي عملته في نفسي. أنا النهاردة بودع الحلم اللي ملحقتش أعيشه. النهاردة آخر يوم ليا في تيرا موضة، آخر يوم ليا مع العربية، آخر يوم ليا في المطاعم الفخمة، آخر يوم ليا في كل حاجة كان نفسي أعملها. بس أنا السبب، أنا اللي استغبيت وضيعت كل ده من إيدي. تلاشى يا تيمور، مفيش حاجة هتضيع. ما ينفعش يا هبة، صدقيني بجد ما ينفعش. لا هينفع. الغباء انك انت فعلا تسيب تراموده. في ايه يا هبه؟ انت كنت من شويه ما كنتش طايقاني، ايه اللي حصل؟ عادي يعني يا تامور، في حاجات كتير قوي بتحصل ما بين اللحظه والتانيه، ولا انت عايزني افضل زعلانه منك ولا ايه؟ لا بس انا بصراحه استغبيت نفسي ولقيت ان انا فعلا ما ينفعش اكمل. الغباء بجد يا حبيبي انك تسيب تراموده. ايه بقى، في ايه؟ انت كويسه؟ مش باين على فكرة، انت مخوفاني. ليه بس يا تيمو يا حبيبي؟ اهو تيمو دي لوحدها كفاية. انت من امتى كنت بتروقي وتنسي كده بسهولة؟ هو انت بتعزيني وكل حاجة، بس بصراحة جو ماسك الايدين والحنية ده قلقني. في ايه؟ ما تهبط بقى وتمسك ايدي ايدي، مستر ادهم هنا بيراقبنا. يا نهار اسود، مستر ادهم هنا؟ بص شو رأيك؟ ركز معايا. طب هو باصص علينا دلوقتي؟ بس انا مش عارفه هو واقف فين دلوقتي. طب يعني المفروض ان احنا نكون بنعمل ايه؟ يعني المفروض ان احنا نكون بنتعشى عشاء رومانسي وعازمني وكده، ما انت طبعا عارف الجو ده. طبعا عارفه طبعا، هاتي ايدك. خلاص خلاص، انت بتبوس ايد امك.
بوس بوس. لو سمحت ممكن تشيك بعد اذنك؟ شيك ليه؟ هو احنا لسه كلنا؟ هناكل ايه؟ لا خلاص احنا خرجنا واتصالحنا واتعشينا وانبسطنا، نروح بقى. طب ما طالما هنروح ما وراناش حاجه، ما نتعشى بعد كده نمشي. لا يلا يا تيمور يلا نمشي من هنا ونروح. نروح ليه طيب؟ تيمور. طب خلاص يلا بينا. شيك شيك يا فندم. معاك فلوس تدفع؟ اه معايا طبعا، هو احنا كلنا حاجه. وادي التبس عشان ما يبصلناش في العصير. يلا انجيجيك جميل. خروجة جميلة ما حصلتش، أنا بعشقك يا هبة. هو أنت متأكدة إن أنت شفتيه جوه فعلاً؟ أيوه طبعاً. أصل أنا ما لمحتوش. ما أنا لما سبتك جوه وخرجت عشان أتأكد إذا كان هنا ولا لأ، لقيت عربيتي وراكنها بعيد عشان ما نلمحهاش. غريبة. سوري. انت مستني لحد ما نركب وبعد كده تيجي؟ مش قادر يعني، مش هين عليك تجيب فاتوره زفره ولا اي حاجه تمسح بيها العربيه؟ يا مستر تيمور حضرتك صاحب مكان، حضرتك تيجي في اي وقت، تشرف المكان يا فندم. طب تحرجني انا عشان اديك فلوس؟ طب عشان خاطر كده بقى انا مش هديك. اتفضل يا فندم. اتفضل. نورت المكان يا فندم. شكرا. يا بنت كده بتتحرشي بيا يا هبه. ازيك؟ ازيك العربية من فضلك؟ محدش اخد باله ان انا هنا، متأكد؟ طبعا يا فندم مفيش حد خد باله. اتفضل يا مستر. هتفضلي تعملي كده في الراجل لحد امتى؟ ده زمانه اتجنن. احسن يتجنن. ايوه هبه، بس اللي بيحصل ده لازم يبقى ليه نهايه. نهايه عنده هو، لما يبطل يكذب عليا ويهمني ان هو بيحبني ساعتها هنبقى نشوف هنعمل ايه. الباشا ظهر ورانا اهو. فين؟ ما تبصيش ما تبصيش كده، انا افتكر ان عشان يعرف ان احنا شايفينه. لو عايزه تبصي بصي في المرايات دي، بصي المرايه دي، انا حاططها لك عشان تشوفي منها. لكن هو هتعمل ايه بقى اليومين الجايين دول؟ المفروض ان انا بساعده وبظبط الميزانيه والريبورت عشان البورد ميتنج اللي جاي. انت فعلا ناويه تساعديه وتعملي له الريبورت ده؟ انا فعلا خلصت الريبورت الحقيقي، بس الريبورت التاني هو اللي قال. طب هو ما حاولش يعرض عليك اي زياده في المرتب مقابل المجهود اللي انت عماله تبذليه ده؟ عرض طبعا بس انا رفضت. انت ازاي ترفضي حاجه زي كده؟ لان رفضي ده هو اللي بيقلقه زياده وبيخليه يحس ان انا مستغنيه عنه وحاطه الشركه كلها في جيبي. ايوه هبه، بس ده حقك بغض النظر على اللعبه اللي انت بتلعبيها عليه. انا حقي مش فلوس يا تيمور. انا لما كنت بعمل كل حاجه ما كنتش مستنيه منه فلوس، ولحد دلوقتي انا مش مستنيه منه حاجه، بس هو مش قادر يقتنع بده، وهو بيعمل كل ده علشان ما بيعهوش. بس انا حطيت له عقده في المنشار وقلت له عشان يثبت لي ان هو جد في علاقتنا لازم يلغي فرح مع ميس فريده ويسيبها. بجد والله؟ طب هو قال لك ايه لما قلت له كده؟ يقولوا اللي يقولوا بقى، مفيش حاجه تتقال بعد الجواب اللي قريته. الرسالة كانت باينة من أول سطر، الناس دول لعبوا عليا من أول لحظة، ما عندهمش مانع إن هم يكملوا لعب لحد ما ياخدوا مني كل اللي هم عايزينه، ساعتها بقى يبقى خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات. ألو. هاي ألهم، إزيك؟ هاي فريدة، إزيك عاملة إيه؟ أنا كويسة، أنت فين؟ مفيش، لسه نازل من المكتب دلوقتي، وأنت فين؟ أنا بره بشتري شوية حاجات. هتيجي على طول ولا رايحة؟ عندي مشوار يا فريدة هخلصه واجيلك. اوكي.
اوكي انا مستنيك. باي باي. انا قلقانه قلقانه قوي. الميتنج ده صعب جدا. انت عارف ان مستر معتز ناوي يبيعنا سيبه في الشركه؟ ما بتردش ليه؟ لا اصل ما بحبش ارد وانا سايق يعني. طب هترد؟ لا 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 مفيش داعي مفيش داعي. مش لازم. لما قلت مش لازم يبقى بيري اللي بتتصل. ايوه يا هبه هي. طيب خليني ارد عليها. لا يا هبه مش هتردي. يا هبه عشان خاطر والنبي بلاش ترد عليها، انا مش عايز مشاكل. طب هي بتتصل بيك ليه؟ عشان المفروض ان انا كنت قابلها الساعه 9. انت مش قلت انك لغيت معادك معاها؟ ايوه ما انا لغيته بيني وبين نفسي، ما لحقتش اقول لها. يا هبه فهميني، بيري دي بالنسبه لي حلم بعيد قوي، عشت ايام وليال احلى منه يتحقق، وما كنتش اتخيل ابدا ان هو ممكن يتحقق. ازاي عايزانا انساها بالسهوله دي؟ يا هبه صدقيني اللي بتطلبيه ده صعب، صعب قوي. بيردش ليه ده كمان؟ معقول يكون لسه معاها؟ الو. ايوه حبيبي انت فين دلوقتي؟ ايوه انهي اسمي يعني؟ طيب يا حبيبي محتاج حاجه؟ والله انا مش عارفه هقدر اجي لك ولا لا. مستر هادي عامل بروفه ومحرجه لاي حد يمشي. انا يدوبك زوغت دقيقه بس عشان اعرف اكلمك. عادي. ايوه يا مستر جايه. بيبي لازم اقفل دلوقتي معلش، هرجع اكلمك على طول. ماشي يا حبيبي، خلي بالك على نفسك. عارفه يا اسمك انت لو اختفيتي مره تانية هيحصل ايه؟ مش عايزه اشوفك في الورشه ايفر اجين، واعتبري نفسك مرفوده وللابد. مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم يا مستر. ايه لولي رايحه فين يا حبيبتي؟ لسه ورانا شغل كتير. هكون رايحه فين؟ انا مروحه. مروحه؟ مروحة ازاي؟ لسه ما خلصناش شغلي يا عليا. في ايه؟ يا مستر انا خلصت كل اللي ورايا، بعدين انا تعبانه وحاسه ان انا محتاجه اروح ارتاح، بعدين الوقت اتاخر. اتاخر ما اتاخرش، مش شغلي يا عليا. حبيبتي I have a lunch to take care of. بليز يلا 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 get going get going get going. او ماي جاد. انا كنت واضحه معاك من الاول وقلت لك ان اللي زي بيري دي ما بتبصش على الراجل، بتبص على اللي في جيبه وبس. يا هبه فهميني، بيري عمرها ما لمحت لي ان هي عايزه مني حاجه. وانت كنت عايزها تلمح لك ازاي؟ خبط لازق كده؟ دي خطه مدروسه بتنفذها بشويش عشان توصل اللي هي عايزاه. صدقني بيري مش عايزه حاجه غير خزنه فلوس وتكبش منها وتسدد ديونها، وانت الخزنه دي. يا هبه انت للدرجه دي شايفاني يعني مغفل؟ ايوه شايفاك مغفل. يا تيمور والله انا بخاف عليك، انا مش عايزاك تتوجع زي ما انا اتوجعت. لا معلش بقى ثانيه واحده. لا انت زيي ولا انا زيك ولا بيري زي ادهم، الوضع مختلف. بيري ما ضحكتش عليا ولا قالت لي ان هي واقعه في غرامي، بالعكس انا من الاول عارف هي عايزه ايه وانا اخري ايه. طب وبعدين؟ مفيش بعدين. ما تقلقيش يعني يا هبه، ما تفتكريش ان انا بقاوح معاكي وانا مش فاهم. انا عارف كويس قوي ان بيري عمرها ما هتبص لواحد زيي الا عشان خاطر الفلوس. وانت عادي بالنسبه لك ان واحده تبقى ماشيه معاك عشان خاطر الفلوس؟ انت شايف انك انت تستاهل كده؟ بقولك ايه يا هبه، سيبك من الكلام الكبير والشعارات دي كلها، احنا كده كده مفيش حد هيبص لنا. انا بالنسبه لي الموضوع مجرد دي، هي عايزه مني حاجه وانا عايز منها حاجه، في النهايه لا انا ولا هي عن طول حاجه من بعض. طمني الموضوع مش محتاج كل المعافره دي، كده كده الحكايه تخلص لوحدها. خلاص تيمور اعمل اللي يريحك. يعني ايه؟ خلاص روح لها لو عايز تروح لها، بس وصلني البيت الاول. بجد يا هبه؟ يعني موافقه ان انا اروح لها؟ ايوه يا تيمور روح لها. اوكي. هاي حازم ازاي؟ هاي فريده ازيك؟
انا كمان. انت ايه الاخبار؟ كله كويس. اتفضلي. مالك بتبص لي كده ليه؟ لا ابدا، مستغرب شويه بس. مستغرب ليه؟ عشان جيتي. بالمناسبه، هو انت جيتي ليه يا فريده؟